بص يا كابتن ميدو، انا مش هرد عليك، انا هسيبها للانوار هو اللي يرد عليك. بس البرده ليك انت ماشي، دوت. انت شطبت عالمي ومستواك بقى في النازل لسه كام. استنى بس، سيبك انت من الدس والكلام ده. على فكره يا كابتن ميدو، مش لازم علشان خاطر تكسب في الحرب اللي دخلتها مع احمد حسن كوكا انك تنزل لمستوى تحت خالص. الواد بصراحه التويته بتاعه عطاهم لك، وان انت بسم الله ما شاء الله اعتزلت وانت عندك 29 سنه وهو لسه مسيرته مستمره. وعلى فكره لولا ان كوكا اتضح ان عنده مشاكل في القلب كان زمان راح بنفيكا، وانت عارف ده كويس. فلما تطلع تتكلم على ان كوكا مش ناجح ولو سجل 1000 هدف مش هيرضيك. طب مين طلب رايك؟ مين طلب رايك اساسا؟ مين طلب تقييمك انت في لعيبه؟ كابتن ميدو، انا من الناس اللي حضرتك انت كنت بتروح تلعب شهرين ثلاثه في فريق وتفلق، تروح تلعب شهرين ثلاثه في فريق وتفلق، فبلاش النبي تعيش الدور على اللعيبه الصغيره، وتصريحك بتاع الكاريزما بتاع محمد صلاح لسه الناس فاكرينه، والكلام على ان انت بدات تتدخل فنيا للمريخ السوداني عشان خاطر تدي لهم نصايحك انت، نصايحك انت، انت نجحت كمدير فني، رايح تدي نصايحك للمريخ السوداني والهلال السوداني عشان واجهوا الاهلي، انت بتشتغل نفسك، ما كنت نجحت انت كمدرب. كابتن ميدو، احنا عارفين انت مشيت من بي ان سبورت ليه؟ عشان خاطر الناس كانت بتتكلم في تحليل الماتشات وانت كنت بتتكلم في لعبه على الموبايلات. فبلاش يا كابتن ميدو نفكنا من حوارات اللعيبه ونفكنا من حوارات ان انتخابات اتحاد الكره اهم من كاس العالم. كاس عالم ايه؟ انت لو في بلد اعلامها محترم كان مفترض ما طلعتش على التلفزيون اساسا بعد الكلمتين دول. اه معلش يعني، وبعد الكلمتين دول احنا محتاجين نقعد نتكلم. احنا مفروض منتخب بيتحضر لكاس الامم الافريقيه، ده مفروض يعني منتخب ان كل الاعلام يقف وراه. لا احنا بسم الله ما شاء الله ما عندناش الكلام ده. ليه بقى؟ لان عندنا كاس الرابطه المصريه. اه بجد والله، احنا عندنا في مصر هنا مش ملاحقين بنلعب دوري ازاي وبنأجل الماتشات، فقال لك نعمل كاس رابطه. عملنا كاس رابطه. كاس الرابطه ده هيكون ليه في فلوس، صح؟ الفلوس هتروح للرابطه ولا لاتحاد الكوره؟ مفترض هتروح للرابطه. فبالتالي الرابطه اول ما جت حبت تطلع بمصلحه، وهي ان هي تعمل بطوله، وحبت تعمل قرعه. قال يعني في قرعه في مصر هنا الناس بتصدقها. يا باشا، كل الناس عارفه ان قرعه الدوري الممتاز فيك وبتعدي، وكل الناس عارفه ان قرعه البطوله الجديده دي برضو فيك والناس بتعدي. ليه بقى؟ لان احنا عارفين انكم عايزين تحطوا الفرق الكبيره مع بعض في الاخر، ونلاقيها اهلي والزمالك وبيراميدز ومصري، او بيراميدز واسماعيلي، او بيراميدز واتحاد. المهم يكون في فرق كبيره عشان تعرفوا تبيعوا، عشان تعرفوا تطلعوا بمصلحه. فعماد متعب، انا بصراحه صدمت ان هو رضي ان هو يشتغل في موضوع رابطه الانديه، وهم اقنعوه ان هم هيشتغلوا في صالح الكره المصريه، بس واضح الموضوع من بدايته عامل ازاي. كان بينتقد الناس اللي كانت بتقول ان القرعه موجهه. يا كابتن عماد، انت نفسك عارف ان القرعه موجهه، تمام، ده حاجه انت عارفها وكلنا عارفينها، وهنقل ان احنا مفيش حد فينا عارف القصه دي. في ناس طلعت انتقدت، فحلاق الصحه دخل على الموضوع. والله حلاق الصحه بتاعنا بسم الله ما شاء الله، اللي هو لسه بيحاول يقنع الناس انه اهلاوي اكتر من بعض اللعيبه اللي كانت بتلعب في الاهلي واللي خير الاهلي عليهم، واللعيبه اللي كانوا اصدقاء في جيل واحد بقى بيوقعهم في بعض. حلاق الصحه لسه بيحاول يتعامل معانا بمبدا ان العالم دي اغبياء وجهله ووقعهم في بعض. حلاق الصحه بياكل عيش على فكره التطبيل للاهلي، بس هو لا عمره كان اهلاوي ولا عمره هيكون اهلاوي. هو عامل كده بس عشان خاطر كل رابط الزمالك في كل البلاد رفع عليه قواضي سب وقصف. حلاق الصحة مش بيحب الاهلي بقدر ما هو بيكره الزمالك. حلاق الصحة عنده مشاكل مع اي حاجة بتتقال على الاهلي، بياخدها وبيدورها وبيلفها ويديها لك انت زي ما انت عايز تسمعها. ما تصدقش يا ابني اعلام مصري، اوعى تصدق اعلام مصري، وبالذات اعلامنا الرياضي. اعلامنا الرياضي بيضحك. فالمفروض يعني ان احنا اهم حاجة بالنسبة لنا نروح نشوف حد هيرد على ابو يوسف ابو الانوار ولا لا، ونهتم اكتر بموضوع ان احنا نريح دماغنا من الاعلام المصري، لان الاعلام المصري هو اعلام غوغائي، والاعلام الرياضي عندنا اعلام غوغائي، ولما تقعد تفكر وتركز معاه هتتعب وهتتعب دماغك. فافتكر دايما ان الكره في مصر بيحركها المصالح، العلاقات الشخصيه، وقبل كل ده الاموال. الاموال هي اللي بتحرك المصالح والعلاقات الشخصيه. ففكك من اي حد يا ابني يقول لك ان مصر جميله والكره عندنا جميله والكلام ده، كل الكلام ده بلح والكلام ده كله بح. هنا الفساد على ابوه، وهنا كل حاجه على ابوها. اعلام قذر ما بيفشر منتخب، وواحد لسه فاكر نفسه بيلعب كوره بيروح يشتم لعيب وبيقول له مراتك ومش مراتك. احنا وصلنا لمرحله اوسخ من كده مفيش. فلما تقعد تتكلم على نهضه الكوره المصريه، قول له نهضه مين؟ موجوده عندنا تمثال النهضه بس، مش نهضه كره مصريه ولا نهضه اي حاجه. وفي كمان صد النهضه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك. وفي الحالتين لا تنسى دائما ان انت ما تصدقش اي حاجه بيتقال عليها ان هي قرعه في مصر. ده احنا بدانا نشكك في فرق دوري ابطال اوروبا. هناخد القرعه بتاع كاس الرابطه على محمل الجديه. ايه الناس الغلابه قوي دي؟